افهم بقى تصرفاتك الطفليه دي في دماغك ايه يا زينب بالظبط؟ العمده اسمعني، عينه مني وانت عارفه كده كويس، ومروان كمان. ماله مروان الاخر؟ ممكن اخليه يجري ورايا بالمشوار، ولو العمده عارف ان مروان بيحوم حواليا مش هيسكت، وممكن يعمل اي حاجه عشان بس ينول الرضا. العمده عارف كل حاجه في البلد دي كويس قوي، عارف بيوتها وعارف ناسها، ولو عبد الحكيم عنده اراضي فالعمده عنده قدها مرتين، ولو عبد الحكيم عنده معارف وعنده ناس فعيله العمده اكبر من عبد الحكيم بمليون مره. ولو النار بقى مسكت كده في قلب العمده، محدش بقى عارف هو ممكن يعمل في مروان. كلمت يا زينب؟ انت عايزه تاذي مروان؟ جبريه حرقت قلبنا على ابويا، يبقى هي كمان قلبها لازم يولع ويتحرق على كل اللي ليها، عيالها وبيتها وجوزها واي حاجه تانيه تخصها. لا لا يا بنتي لا، جبريه تولع بجاز عبد الحكيم يولع بنفس الجاز اهين، انما حسن ومروان وشمس لا، ما لهمش ذنب في حاجه. لا يا زينب يعني لا.